نصل الآن إلى الجيم، الأصول الثقافية. فما المقصود بالأصول الثقافية للتربية؟ يعني أن التربية في الواقع أو العملية التربوية تكمن خلفها ثقافة. ثقافة. إذا التربية هي كما قلنا الوجه الثاني للعملة الثقافية. فلدينا من هذا الوجه الثقافة، ومن وجه آخر التربية. فالتربية تعكس الثقافة، والثقافة أيضا تعكس النظام التربوي القائم. ولذلك قلنا أن الأصول الثقافية هي الأصول الرابعة التي ندرسها في هذا الفصل، إلى جانب الأصول التاريخية والفلسفية والاجتماعية والثقافية للتربية. ما المقصود بالثقافة؟ وما هي دورها التربوي، أو ما هي وظيفتها في المجال التربوي؟ الواقع أن الثقافة يمكن تعريفها بأنها مجموعة الثوابت والقواعد، الثوابت والقواعد والأفكار والفنون والتقاليد التي تشكل في مجموعها نمط الحياة الإنساني، حياة الإنساني نمط الحياة الإنساني ومظاهرها الحالية والمستقبلية في المجتمع، والمستقبلية في المجتمع. نجد هذا التعريف للدكتور صالح في أبو عراد في كتابه الأبجديات التربوية. هي مجموعة الثوابت والقواعد والأفكار والفنون والتقاليد التي تشكل في مجموعها نمط الحياة الإنساني ومظاهرها الحالية والمستقبلية في المجتمع. طبعا هناك اختلافات أكيد جدا في تعريف الثقافة، لأن الثقافة مصطلح عائم، مصطلح يعني إشكالي. طيب، ما هي العناصر التي تكون الثقافة؟ يمكن أن نرسم العناصر التي تكون الثقافة في شكل مثلث مقلوب، يعني من أعم العناصر إلى أقلها خصوصية إلى الخاصة جدا. العنصر الأول في عناصر الثقافة هي العموميات. العموميات، عموميات الثقافة. ثم العنصر الثاني الذي يكون الثقافة هو الخصوصيات. ثم العنصر الثالث الذي يكون الثقافة هو الوافدات أو المتغيرات التي يعني تهدف أو تصل إلى المجتمع في فترات متتالية. نأتي إلى ما المقصود بالعموميات في الثقافة؟ العموميات هو الجزء الذي يشترك فيه معظم أبناء المجتمع، وتتصف العموميات بأنها أكثر أجزاء الثقافة انتشارا واستمرارا، وهي أساس الثقافة، وتشمل اللغة والملبس والمأكل وأساليب التحية والتقاليد والمعتقدات والقيم، كل هذه التفاصيل. إذن يمكن القول بأن كل ثقافة القاعدة يعني المشتركة بين أفرادها تسمى بالعموميات. الخصوصيات، الخصوصيات هي في الثقافة عناصر الثقافة التي تشترك فيها مجموعة معينة من أفراد المجتمع، أي أنها العناصر التي تحكم سلوك أفراد معينين دون غيرهم من المجتمع. وعلى ذلك فإن الخصوصيات الثقافة مقصورة على فئات داخل المجتمع. ثقافة الفئة مثلا
فئة الأثرياء في المجتمع، ثقافة فئة العمال، ثقافة فئة الموظفين، ثقافة فئة المربين، ثقافة. فهنا نتحدث عن خصوصيات داخل الثقافة. أخيرا، البدائل أو المتغيرات يقصد بها العناصر الثقافية الجديدة أو الأفكار والخبرات الوافدة والتي تجرب لأول مرة، وطبعا تختلف عن المألوف والمتعارف عليه. من ذلك مثلا الموضات في اللباس والأزياء أو قصات الشعر أو كل ما يأتينا من عادات ثقافية مصاحبة للتطور التقني، مثل الجوال والتطبيقات التي أتت معه. فأتت هذه الاختراعات بثقافات دخلت مجتمعنا، فهي كلها تسمى وافدة المتغيرات. إذن الثقافة ثلاثية البنية، عناصرها ثلاثية، هي العموميات، الخصوصيات أو والوافدات أو المتغيرات.